وللمزيد حول فعاليات مؤسسة حياة كريمة لمبادرة بيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة تطلعنا عليهم من القاهرة، الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. نعم، بعد التحية نتابع معكم من محافظة القاهرة، بالتحديد من حي الأسمرات، فعاليات مبادرة حياة كريمة والخاصة بتوفير اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة. اليوم هو اليوم الرابع على التوالي لهذه المبادرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية. نتحدث هنا عن محافظة القاهرة، فهذه المبادرة والمنافذ الخاصة بالمبادرة لا تتواجد فقط في حي الأسمرات، ولكن في نفس التوقيت هي متواجدة في عدد من المناطق داخل محافظة القاهرة والتي تختلف من يوم لآخر. فاليوم هي متواجدة في حي الويلي والمرج وحلوان إلى جانب حي الأسمرات الذي نتواجد فيه الآن. الحقيقة يتم اختيار دائما الأماكن المزدحمة والشوارع والميادين الرئيسية وبالقرب من محطات المترو لتوفير هذه المنافذ وحتى تصل لأكبر عدد من المستفيدين، وخاصة خاصة لما توفره من لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة. نتحدث عن أسعار اللحوم البلدي 210 جنيهات، واللحوم المستوردة بتكون ب 185 جنيه، مما يؤكد على أن هذه الأسعار هي نصف الأسعار المتواجدة في الأسواق الخارجية. أما إذا تحدثنا عن جودة اللحوم، وهو السؤال الذي يسأله عدد كبير من المواطنين، مع انخفاض هذه الأسعار كيف يمكن أن نتأكد من جودة اللحوم المتوفرة؟ فكانت الإجابة عن طريق القائمين على هذه المبادرة، والذين أكدوا لنا بأنه اللحوم البلدي بيتم ذبحها في مزارع وأماكن خاصة بمؤسسة حياة كريمة. هناك متابعة بيطرية لهذه اللحوم سواء كانت بلدي أو مستوردة، بيتم نقلها في سيارات مجهزة بثلاجات تحفظ هذه اللحوم لأطول فترة ممكنة حتى تصل إلى أيدي المستفيدين في مختلف الأماكن والمحافظات. هناك الحقيقة إقبال كبير من المواطنين لشراء هذه اللحوم، فتحدثنا مع عدد من المواطنين سواء الآن في حي الأسمرات أو منذ قليل في حي الويلي، وأكدوا عن رضائهم ومساعدتهم بهذه المبادرة والتي تعمل على توفير اللحوم بأسعار مخفضة، وهو مصدر يعني غذائي أساسي، وهو البروتين، وبجودة عالية ساعدهم على شراء هذه اللحوم والمنتجات المختلفة اللي بيتم بطبيعة الحال توفيرها بشكل مستمر من قبل مؤسسة حياة كريمة. هو ما يأتي تنفيذا للتوجهات الرئاسية والأهداف الرئيسية التي وضعتها هذه المبادرة ومؤسسة حياة كريمة منذ أن تم تأسيسها بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.